السماء تمطر بكتيريا، نعمة الأمطار تتحول نقمة. بكتيريا السحب المقاومة للأدوية أسباب جديدة للوفاة قد تكون الأمطار سببها. الطبيعة تواصل إظهار غضبها على البشر، واليوم تسكن غيومها بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. خبراء الزراعة وقطاع الصحة العالمي يحذرون من عدو خفي شرس وأسرع فتكا من الإيدز والملاريا. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى التعليق والاشتراك بالقناة. الخطر هذه المرة يأتينا من السحب والأمطار بعد أن كانت مصدراً للحياة. ففي دراسة فرنسية كندية حديثة، صدم العلماء بحمل الغيوم بكتيريا خطيرة مقاومة للأدوية. يرجح أن الرياح قد حملتها إلى السحاب، بعد أن كان مكان تواجدها الطبيعي إما داخل التربة أو على الأوراق. وتواجدها في الغلاف الجوي بين السحب يمكنها من التحرك على ارتفاعات عالية ولمسافات طويلة، وبالتالي عبور الكرة الأرضية حتى من خلال الأمطار. هذه النتائج تم الكشف عنها بآلية المكانس الكهربائية عالية السرعة المستخدمة لجلب العينات من السحب، وبتطبيقها على السحب المتكونة فوق بركان بويديدوم. تم اكتشاف هذه البكتيريا التي ضاعفت مخاوف الخبراء عندما اكتشفوا أنها من النوع المقاوم للمضادات الحيوية، بل ووجدوا أن الغيوم تحتوي حالياً على أكثر من 29 نوعاً فرعياً من الجينات البكتيرية المقاومة للأدوية، من مجمل 33 ألف نوع بكتيري لكل مليمتر من المياه. وعلى الرغم من تأكيد الخبراء على قساوة الغلاف الجوي على هذه الأنواع من البكتيريا، إلا أنها نجحت في التصدي له بعد التأكد من أن 50% من هذه الكائنات نجحت في البقاء على قيد الحياة، أي في حالة نشطة. وبانتشار هذه المعلومات أطلق خبراء الصحة ناقوس الخطر، فوجود بكتيريا تقاوم المضادات الحيوية المستخدمة بنسبة كبيرة في علاج الأمراض اليوم ليس بالأمر الهين. فهذه الفئة القوية من الأدوية، سواء كانت مصنعة أو مستخلصة من النباتات، باتت من أسس العلاج الطبي في خفض ملايين الوفيات سنوياً عن طريق منع نمو الميكروبات في الجسم، وأيضاً التصدي للأمراض الفيروسية والوبائية التي كانت تصنف قاتلة قبل تطوير المضادات. ويومياً يتلقى مرضى السل والالتهابات الرئوية جرعات متفاوتة من المضادات الحيوية، بينما يستعملها آخرون بشكل استباقي في العلاج الكيميائي أو للوقاية من العدوى البكتيرية أثناء العمليات الجراحية، إضافة إلى فئة أخرى صارت ضرورية لمعالجة أنواع من مرض السرطان الخبيث. وبكتيريا السحب المقاومة للمضادات الحيوية ليست تحدياً لمجال الرعاية الصحية فقط، وإنما كذلك للمجال الزراعي والحيواني بالأساس، مما يجعلها تنظر بخطر يمد أذرعه لجميع أنحاء عالمنا. فاليوم بات من المستحيل الاستغناء عن المضادات الحيوية في عمليات تربية الماشية نظراً لأهميتها في علف الحيوانات والمياه من أجل رفع مستوى الإنتاج وكفاءته. وتستحوذ حيوانات المزارع لوحدها على 73% من استخدامات المضادات الحيوية. وحسب التوقعات المستقبلية، فإن بوصولنا عام 2030 سيتم تكثيف الاعتماد العالمي على هذه المواد بنسبة تتجاوز 67%، والنصيب الأكبر طبعاً تستفرد به دول العالم النامي، نظراً لأن دول شمال أوروبا قللت من الكميات المعتمدة. وجود بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم قد يحول نعمة الأمطار إلى نقمة، لما ستسببه من مخاطر على صحة البشر والزراعة والماشية، دون أن ننسى الارتباط الوثيق بين هذه العناصر الثلاث. خطر أشد فتكاً. الانتباه لهذا الخطر تم منذ فترة ليست بالقريبة، فلطالما حذرت السلطات الصحية العالمية من الأمراض والبكتيريا المقاومة للمضادات التي تتسبب بمقتل الملايين حول العالم من عدوى اعتيادية كانت من قبل قابلة للعلاج، كما سجلت لوحدها أرقاماً للوفيات تتجاوز تلك الناتجة عن الأيدز والملاريا. فمثلاً في 2019
تسببت مقاومات المضادات في مقتل أكثر من 5 ملايين شخص، بينما توفي 640 ألفا بسبب الملاريا و860 ألفا بسبب الإيدز. البكتيريا المقاومة للأدوية عموما وباء خفي يمهد لحرب أخرى يرجح العلماء أن تكون أشرس من حربهم مع أوبئة سابقة. والأخطر من كل ذلك أن الدول الفقيرة هي المتضرر الأول، حيث أن المعدلات الأعلى ستكون في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء الأفريقية، التي بدورها تسجل اليوم 24 وفاة بين كل 100 ألف فرد بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. وبعد اكتشاف بكتيريا السحب يتم مراقبة الغلاف الجوي بصفة دقيقة على أمل إيجاد مصدر هذه البكتيريا ووضع حد لانتشارها، باعتبارها تهديداً صحياً عابراً لحدود العالم وتعطيلاً لأنشطة الرعاية الصحية والزراعة. وما زال العلماء يشددون من خلال دراساتهم على أن السنوات القادمة قد تكشف لنا مفاجآت أخرى تدعونا في كل مرة لمراجعة حساباتنا وتجديد قناعاتنا العلمية في ظل تغيرات مناخية تقودنا تدريجياً وتضعنا أمام تهديدات جديدة أغرب من التي قبلها.